انا سامحه في راسي وما خدامهش، بغيت نخدم وما عنديش الجهد باش نخدم باش نخلي بنتي. تقدر توقع عليها شي حاجه، تقدر ترى فيها شي مشكل ولي يدفعوها الدراري. انا يا راه النص معاونيني فيه والديا، شاري لي ماكينه الصابون، اختي عاد تلاوط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان كيف ما شفتوا اليوم جينا عند طفلة لبنى، وكيف ما سمعتوا الأم ديالها بعجالة، الأم كتقول وكتناشد المحسنين أنهم يوقفوا معها ويعاونوها في البنت ديالها. البنت الأم باغية حتى شي حاجة، باغية فقط أن البنت ديالها تعالج، تعاونوها بالمصاريف، يعني لا الحفاظات ولا التحاليل. البنت يعني عندها تكاليف كثيرة، والحالة ديال الأب والأم ديالها ما استطاعتهمش أنهم يتكفلوا بالبنت. الأم كتقول بأن مشات على وديت مرض ديال السخانة، مشات على وديت السخانة من بعد القطرسة، أنها كتعاني دابا مع بنتها من ناحية الكلاوي والنبولة ما عندهاش. البنت كتبول من الكرش ديالها ولا من البنت عين. هذا حنا ما عرفنا خطأ أو شي من عند الله، حنا ما كنطالبوش بشي حاجة دابا اللي نفتحو تحقيق ولا شي حاجة. حنا فغينا غير شي سين ولا شي مغربي في الإنسانية أنه يعاون الطفلة هذه اللي بريئة، اللي ما عندهاش ذنب نهائيا، ما ذنبت شي حاجة. أشنو ذنب البنت هذه؟ انا اللي بغيت نفهم شنو الذنب ديالها. لا كان سواء كان خطا طبي، سواء كان بزاف ديال الحوايج هاد البنت. ولهذا انا كنناشد المحسنين، رجاء عافاكم، يوصل الصوت ديال لبنى، انقذوا لبنى. هاد البنت كتضيع، هاد البنت ها هي دابا كدير لي كوش وكدير الدواء. كيف سمعتوا الشوف مشى ليها والسنان مشاو ليها، بداو كيطيحوا لها وعندها 11 عام. فملي غتكبر هاد البنت واش حياتها كامله غتبقى دير لي كوش؟ واش حياتها كامله غيبقاو المحسنين يعطيهم؟ شحال قد هاد المحسنين يعطيهم؟ ولهذا الله يرحم لكم الوالدين، عافاكم، اللي في استطاعته انه يعاون لبنى، سواء ماديا سواء معنويا، عاونوا لبنى، عافاكم، عاونوا لبنى. البنت كتعاني، البنت كتضيع، هاد البنت كتضيع بزاف بزاف بزاف. وكنتمنى انكم تجيو وتشوفوا هاد البنت هادي، المعاناه اللي كتعاني، لا مع همها ولا حتى يعني راه غتشوفوا ان راه عايشين في بيت واحد، بيت كياكلوا فيه كينعسوا فيه، الاب والام وجوج بنات، والبنات بداو كيكبروا بداو كيعرفوا شحال من حاجه. خدا عافاكم، كنترجم البنت ما باغا دار، ما باغا حتى قسم بالله العظيم. انا يا قالت لي عمو عييت، قالت لي عييت من اللي كوش. تخيل البنت عندها عظم تقول لك انا من اللي يا ولاكم اقول كان كانت ما عنديش باش نشري، كنبقى حتى تجي يخدم راجلي تيدبر على راسه، ولا كان شي محسن تيدي ليه الورقه بحال هكا تيعاونو، تيقول لي راه ما عنديش باش نشري لبنتي الدواء تيعطي. انا تنوجه الناس المحسنين يعاونوني يشريو لبنتي ليكوش، اي حاجه اللي بغاو يعطيوها لبنتي. انا ما يعطيوني حتى حاجه، انا سامحه في راسي وما خدامهش. بغيت نخدم وما عنديش الجهد باش نخدم باش نخلي بنتي. تقدر توقع عليها شي حاجه، تقدر ترى فيها شي مشكل ولي يدفعوها الدراري. هنا فين تناكل وهنا فين تنشرب. شيخي كان عاطينا هاد البيت ملي مات شيخي الدار ديال الوراثه، انتما كما تشوفوا. انا يا راه النص معاونيني فيه والديا، شاري لي ماكينه الصابون، اختي عاد تلاوط. امي مسكينه ما عندهاش، ملي كتخصني شي حاجه كتعاونني اختي، وانا تنطلب المحسنين يعاونونا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.